مجيب السائلين حملت ذنبي يا مجيب السائلين حملت ذنبي ورحت أرد بابك مستجيرا ومعتبرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك. إلهي لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، نؤمن بقضائك ونرضى ببلائك، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. بهذا أراك الله وهكذا يفعل الله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سبحانك إلهي أعطيت ملك الموت تصريحا عاما لا يترك صغيرا لصغره ولا كبيرا لكبره ولا عظيما لمنصبه، وأخبرتنا بأن الموت مقال على أكفه الجواد ليختار منه الجياد. علمتنا بأن الشاب قد يموت قبل الشيخ، وأن الصحيح قد يموت قبل المريض، لتعلم بأنه كما أن لك بداية فلا بد وأن تكون لك نهاية، وأن مسير الكون واحد وهو الله. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تزول كل البرايا سبحان من لا يموت. أيها الإخوة المؤمنون، وقد ارتقى منصة التلاوة ذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير، قارئ الشباب الأول وصاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، فاكهة قراء الغربية والمقيم بمدينة طنطا، فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد عبد الرحمن الخولي، سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك
هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، واتقوا الله. يا ولتنظر نفس ما قدمت لغد
خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله شهادتي، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الشهادة، هو الرحمن، هو الرحمن، هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هو الله.
الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الله هو الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة
والأولى إن في ذلك لعبرة. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى شاء أنتم أشد خلقا أم السماء فعسمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم
بكم متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو
علما اليقين. كلا لو تعلمون علما اليقين لترون الجحيم. كلا لو تعلمون علما اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. الفاتحة. أحسن قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى، فلها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير قارئ الشباب الأول وعلم من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، والمقيم بمدينة طنطا محافظة الغربية، فضيلة القاري الشيخ محمد عبد الرحمن الخولي. نقل توزيع على مسامع حضراتكم عبر أثير الهندسة الصوتية والمعرض الفني الإضاءة الحديثة وأفخم محطات ديزل كبرى تحت إدارة مهندس عزة عمر أنديل المقيم بهيت مركز منوف، مشاركة مع أولى قصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة الحاج فتحي الآرح المقيم بمنوف، ومشاركة مع عميد الخدمات الفندقية الممتازة إدارة المتر يحيى المليجي، وعبر أثير شاشات الإنترنت العالمية إدارة المهندس محمود طائمة مصور هذه الليلة القرآنية المباركة، وصاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت. أسرة الفقيدة الراحلة والعائلة بكل من فيهم يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. كان معكم من أسرة المذيعين الإعلام يحيى أبو حسين مقدم البرامج الدينية والمقيم مدينة السمطة محافظة الغربية. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.